غارة جديدة على تحديداً على عارية. لو ما الجيش اللبناني وقف نحن كلنا رحنا اليوم لحم بعجين. هيدا هي الضربة، أوكي؟ وهيدي الضربة قبل بو عرب على عرية. لو ما الجيش اللبناني وقف نحن كلنا رحنا اليوم لحم بعجين. هيدا هي الضربة، أوكي؟ وهيدي الضربة قبل بو عرب على عرية. إذن مشاهدينا نتابع وياكم هذه المشاهد لغارتان على بلدتي عرية وبشمون في جبل لبنان استهدفتا سيارتين. قبل بو عرب على عرية. لو ما الجيش اللبناني وقف نحن كلنا رحنا اليوم لحم بعجين. هيدا هي الضربة، أوكي؟ وهيدي الضربة قبل بو عرب على عرية. لو ما الجيش اللبناني وقف نحن كلنا رحنا اليوم لحم بعجين. هيدا هي الضربة، أوكي؟ وهيدي الضربة قبل بو عرب على عرية. إذن نتابع وإياكم مشاهدين هذه الصورة لمحاولة استهداف سيارة بمسيرة في بشامون في قضاء علي في محافظة جبل لبنان دون أن تصيبه.